الغريبة إنه لما مات حسين كمال كان في حفلة تأبين المخرج الكبير يوسف شاهين، ولأنه دايما في بينهم تراشق حتى بعد الرحيل، فقال له أكيد أنت ميت من الغيظ إنك مت قبلي وإن أنا لسه متمسك بالحياة، لكن أنا بفتقدك. طبعا كانت كلمة أبكت الموجودين في الصالة. أحيانا ما يبدو كراهية على السطح بيبقى الجزء العميق فيه حب شديد، وأعتقد إن اللي كان بيجمع بين يوسف شاهين وبين حسين كمال هو الحب الشديد. الاتنين لو حد حلل قوي أفلامهم هيكتشف إن كل منهما عنده عمق موسيقي، وكأن الاتنين لأن هما نفس الجذر الفني في عمقه الإبداعي وهو الموسيقى. يعني الفيلم عندهم حالة موسيقية أكتر منه حالة سينمائية. أنا بعتقد إنه كان ينبغي أن يحدث بينهما كل هذه التراشقات اللي هي كانت على السطح الناس كلها شايفاها صراع، لكن عمقها كان حبا، وبدليل أن يوسف شاهين كان أول من بكى حسين كمال.